رجعنا اعزائي المشاهدين مع اللعب مع الشيطان والنفسيه المصريه. تعالى هنا يا جميل يا متزوج، انت صلي لي على النبي واقعد جنبي كده وقول لي مالك منفوخ كده ليه. نطلع بقى طلعه ذهاب الشم من بتوعي ده عشان خاطر تطلعي تتخانقي بقى. شكل السعاده حالات والحزن حالات، احنا نكمكم في الحزن ده مش طبيعي، وان احنا نعيش في الايفوريا طول الوقت مش طبيعي. بس قولي بقى عشان